سلام لكم متابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم موديل الكم اللي شايفينه قدامكم بناء على طلب احد المتابعات. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الكم هيكون عبارة عن قماش مربع طوله 80 سنتي وعرضه 80 سنتي. لو طول الكم هعمله 25 سنتي، لو طول الكم اكتر من كده طبعا هزود في كمية القماش في الطول والعرض. المهم القماش يكون مربع. ده قماش طوله 80 سنتي وعرضه 80 سنتي. هاتني القماش مثلث. بعدين هثبت المزورة في راس المثلث وهقيس المسافة دي اللي هي هتكون 80 سنتي. هقيس بالشكل ده 80 سنتي. طبعا طول الدوران كله او طول الكلوش كله يبقى 80 سنتي. بعد ما قصيت القماش بالشكل ده هقيس طول الكم. عندي طول الكم هعمله 25 سنتي. بعد ما اخدت المقاس هقيس المسافة دي، هثبت المزورة من بداية المثلث وهقيس المسافة دي وهعمل دوران الكم من فوق. لو طول الكم عايزة اطول من 25 سنتي هتزودي في المربع بتاع القماش، يعني هتزودي في الطول وفي العرض. طبعا هقيس المسافة دي علشان اشوف وسع الكم بزيادة الكشكشة. زيادة الكشكشة على الاقل خالص تكون 12 سنتي، يعني وسع الكم لو 20 سنتي هيبقى المسافة دي او الدوران ده هيبقى 32 سنتي. ده اقل حاجة، ممكن يزيد عن كده لكن ما يقلش عن 12 سنتي زيادة الكشكشة. ده كده الكم بعد ما قصيته. ده اللي هيتركب في دوران الابط، ده اللي من فوق اللي هيتركب في دوران الابط، وده الجنب. هخيط الجنب وهعمل كشكشة في الكم وهنيجي نشوف شكله كده. الكم بعد ما قفلته من الجنب وعملت له الكشكشة، طبعا انا عاملة هنا كسرات صغيرة، ممكن تعملوا كسرات او كشكشة على حسب ذوقك. ده كده شكل الكم. وهنشوف في اللبس. ده الكم في اللبس شكله جميل جدا وشغله سهل جدا. طبعا لو عايزة تزودي الكشكشة هتزودي كمية القماش في الطول وفي العرض. على حسب ذوقك ممكن تعملي كسرات او كشكشة، انا هنا عاملاها كسرات صغيرة. ده شكله من الخلف. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم واتمنى ان تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.